بس أسألكم سؤال، تحبون الله؟ نعم. الجميع يحب الله صح؟ ما في اختلاف. أسألكم بالله اللي يحب الله أمامي لأنه يسمع كلامي أنه يرفع يد محبة في الله. حتى اللي تابع؟ حتى اللي تابع واللي موجودين معايا واللي وراء الشاشات. أسألكم بالله ترفع يدك محبة لله. يا الله. طب رفعتوا كلكم ها؟ جزاكم الله خير. الله نظر إليكم الآن وراء محبته في قلوبكم قبل أيديكم ما ترفع. طب سمعتم شيء؟ هل لاحظتم شيء يا شيخ؟ كاميرا عليا؟ كلكم رفعتوا صح؟ أنا رفعت؟ أنا اللي سألتكم هل تحبوا الله؟ قلت له أيوه كلكم. أنا ما رفعت، هل أنا ما أحبه؟ طب من اللي منعني؟ الله يرضى عليك. من اللي منعني أسألكم بالله؟ لا إله إلا الله. منعني اللي سمح لك. تدروا ليش؟ لأني كنت أرفعه بمعصيته. وسترني سنة وسنتين وعشرين سنة. أي معصية، أي معصية. أغاني، أفلام، مسلسلات، أي شيء. سباق أول واحد، سريع إلى معصية الله، بطيء إلى طاعته. والآن أنت ما زلت تعصي الله وسمح لك أنك ترفعها محبة له، لكن أنا فصلها عني من 21 سنة. تنتظر حتى يمنعك؟ ما زلت تعصي الله، ما زلت تمسك الدخان والمخدرات، ما زلت تسوي العادة السرية، وما زلت تنمصي حواجبك، تعصي توجبي على نفسك لعنة الله، وما زلت وما زلت. وسمح لكم الآن أنكم ترفعوها محبة لله. بس أنا منعني نفسي أغسل عورتي، لي 21 سنة أغسل عورتي. عمرك ما دخلت الحمام وناديت أحد يجي يغسل عورتك أو أنت؟ أنا إلى الآن 21 سنة أغسل عورتي وأحتاج أي أحد عندي، أي أحد عندي أحتاج أغسل عورتي. إذا وسخت جاني، أنا الآن جيت هنا بدون أمي وبدون زوجتي، ولو مشيت بطني اللي معايا حيمشوني وحينظفوني، ولا حضطر أنتظر إلى أن أرجع جدة أو بيتي في المدينة وحينظفوني. قطع قلوبكم وأحسن ما تقطع أجسادكم في النار يوم القيامة. ايوه، عشان احسن ما تقطع قلوبكم وافئدتكم في النار يوم القيامه. اشكر نعم الله عليكم في الارض عشان لا تعذبوا تحت الارض يوم القيامه ويوم العرض. اسال الله ان يحرمكم على النار. هذه اليد اللي رفعتها محبه في الله هتشهد لك يوم القيامه انك تحب الله. طب اشهد، خلي اليد هذه تشهد لك كمان انك اي معصيه بينك وبين الله تتركها. يوم يختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. خلي هذه اليد تشهد لك محبة في الله أنك تركت الأغاني والأفلام والمسلسلات، تركت العادة السرية، تركت التنميص، وتركت التقليب في المواقع الإباحية، ترقيم البنات وإيذاء البنات وإيذاء الشباب، ندخل على غرف شاتات عرض عساد بنات لا إله إلا الله من أبناء لا إله إلا الله. أذكر الله يا أخواني، أشكر نعم الله. أقسم بالله قال الله وأن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، ما أنا إلا واعظا لكم بلسان الحال والمقال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشيخ عبد الله بن نعمة، الشيخ عبد الله ربنا يرحمه ويحسن مثواه، كان مهتم بدعوة الشباب في المملكة السعودية، الله يرحمه ويحسن مثواه ويجعل مجهوده في ميزان حسناته. توفى وهيصلى عليه في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إن شاء الله، وهيدفن في البقيع مع الصحابة. الراجل ده وهو عاجز وهو مش بكامل قوته زي وزيك وزي ناس كتير قوي، ربنا سبحانه وتعالى وضع ليها القوة والصحة والعافية والشكل الحسن، وللأسف بخلانين بكل النعم دي على ربنا سبحانه وتعالى. الراجل ده ربنا سبحانه وتعالى
هذا بيه قلوب شباب كتير جدا. انت وانا عملنا ايه؟ لما نموت انا وانت هنسيب ايه؟ هنورث ايه للناس؟ هيفتكرونا بايه؟ راجعوا ملفاتكم يا جماعة ونظفوها قبل ما نقابل وجه كريم.